ما صحة هذه الأحاديث؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف أورده الحافظ بن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحديث في حد ذاته ضعيف السند، ولكن يشهد له الآية الكريمة. فلذلك ساقه الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية من باب الاعتقاد بالإسلام. جزاكم الله خيرا.